مساء الخير. مساء النور حبيبي. معكم عبد اللطيف غازي من الكويت وصاحبي محمد جباري من البحرين. انا اعزف كلارنت وهو يعزف جيتار، واحنا ان شاء الله اليوم راح نعزف مقطوع حق شيرين في الستايل التركي ونمزج الفنون مع بعض، واتمنى تقييمكم للموهبه ما يتاثر لان انا كفيف. ولا يهمك حبيبي، اهلا وسهلا. وانا جاهز اسمع اي نقد بناء يعني. اول شيء اثنيناتكم مناح فعلا. هو اضاف لي كثير يعني فنان. لا لعب الجيتار بياخذ العقل طبعا. مكملين بعض الشباب، مكملين بعض تكمله جميله جدا. يخرب بيتك، اول ما عملت لو قصي ورايا ما ركضوا على هيدا الجولدن باس، لحتى الجمهور لوحده اجا وطب فوق الجولدن باس. يخرب بيتك بدي اقول لك اياها، بدي اقولها بين النوتة والنوتة كان عم تحس مشاهد جمالية ولا شفتها بحياتي. كنت عم شوف احساسك، كنت عم شوف جمال عزفك، كنت عم شوف رواقك الحلو اللي اخذني على سابع سما. الله يعطيك العافية، الله يعطيك العافية. يا أخي الآلة اللي بيلعب عليها لو مش اللي بيلعب عليها بإحساس عمرك ما هتحسه. إيه الإحساس اللي أنت عزفت بيه ده؟ أنت أعتقد أنك عزفت بروحك. أنت إنسان موهوب 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 فوق الوصف. يمكن المعاناة تبعك طلعتها كلها بالكلارنات وسطنا كلنا، وانتو ديو الله يوفقكم ويخليكم لبعض. الله يخليك، نشوفكم بالنهائيات. شكرا على ما شكرا.